بعد غياب نحو 4 سنوات عن الشاشة الصغيرة وأعمالها الدرامية، يطل الفنان القدير داود حسين في رمضان الجاري، وذلك عبر مسلسل عبرة شارع الذي تشارك فيه البطولة الفنانة سعاد عبدالله. مرشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي وعصامي اختلست شقيقته ماله، وبينهما أحداث استطاع الفنان داود حسين التفاعل معها وأدائها بحرفية ليست غريبة عليه. ولتفاصيل أكثر عن حضوره الدرامي ينضم إلينا من الكويت الفنان القدير داود حسين. أهلا فيك معنا أستاذ داود، وكل عام وإنت بألف خير. طبعا يعني رمضان على وشك الانتهاء، بس بالعيد كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا هم أقول لكم مبارك عليكم باللي فات من الشهر والباقي من الشهر، ومبدئيا كل عام وإنتم بخير، وربي يجعل أيامكم كلها سعادة وأفراح بإذن الله. شكرا على المقدمة الجميلة، شكرا لكم. استاذ داود، احنا اللي بنشكرك صراحة، لانه احنا عارفين انه وقتك ضيق، واحنا الان جايينك في بروفات المسرحية، وطبعا المسرحية الان مستمرة البروفات وراك، اذا تحكي لنا عنها. الحقيقة المسرحية، اول شيء انا طبعا اعتذر اني انا مثلا كان المفروض اني اكون بلبي، بس انا جاي بلبس البروفا، معلش المعذرة يعني للمشاهدين ومن لكم يعني. ابدا منورنا، انتم قناة اخبارية فالمفروض. لا 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 لا، احنا كاجول. الله يحفظكم ان شاء الله. اوكي. المسرحية اسمها المسرحية اسمها بالغلط، من تأليف الأخت العزيزة مريم القلاف ومن إخراج ناصر البلوشي. مسرحية كوميدية، عودة من بعد غياب فترة طويلة لأبناء الراحل محمد رشود، اللي قدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة مثل لولاكي، أرض وقرض، انتخبوا معلي، وغيرها من المسرحيات. الآن اجتمعنا مرة ثانية مع اخواني، اخوي العزيز عبد الرحمن العقل، اختي العزيزة انتصار الشراح، اخوي محمد العجيمي، مع مجموعة من الطاقات الشبابية اللي موجودة ان شاء الله يا رب، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نقدم عمل ان شاء الله يعني بمستوى الاعمال السابقة ان شاء الله، كون الفريق رجع مرة ثانية تجمع. جميل جدا. طيب نرجع لعبرة شارع اللي هو عملك الحالي في رمضان. العمل هذا حديث كثير الناس، دورك تحديدا حديث كثير الناس. ايش اللي جذبك في هذا العمل وخلاك تقتنع انه يعني بعد الغياب ترجع في هذا العمل؟ والله شوفي اختي العزيزة، انا بالنسبة لي طبعا اكيد انا ممثل بالدرجة الاولى، يعني انا يمكن قدمت الكثير من الاعمال، وكثير مشيت على 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 مقولة الجمهور، أقدم للجمهور اللي الجمهور يحبه وهذا، فقدمت الكثير من الأعمال الكوميدية سواء كانت على مستوى المنوعات والأغاني سنوات، يعني ابتداء من غنائيات، فضائيات، داوديات، داود في هوليود، قرقيعان، غيرها وغيرها من الأعمال. هذه الأعمال كلها امتدت معي لسنوات. ظلمت نفسي من ناحية التمثيل، لأن أنا في النهاية أنا خريج معهد عالي فنون مسرحية، وحاب إني أنا أمثل، أصبح عندي جوع بالتمثيل، فبالتالي لما قدمت لي أختي العزيزة الأستاذة سعاد عبد الله هذا العمل، أنا ما ترددت في أي لحظة. أولاً أنا حاب إني أنا أرجع بهذا اللون، أغير شوية، وأثبت أيضاً للآخرين وللناس إن أنا أقدر أسوي شيء تراجيدي. يعني في النهاية الممثل أيضاً الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك مقدرة معينة وحباك بقدرة، يجب إنك أنت تظهرها، يعني هذه نعمة من الله. فبالتالي أنا وجدت إن هذا الدور مناسب إن أنا أرجع له، وبالفعل أختي العزيزة سعاد عبد الله لما أعطتني الفرصة هذه مع الأخ مخرج منير الزعبي وأيضاً المؤلف دكتور حمد الرومي، الحمد لله الله وفق، يعني أنا طبعا أكيد أنا أعود من حزمة، يعني الله وفق الجميع لله الحمد، ربي نعم. يوفق الكل يا رب. طيب جميل، في مشهد اللي هو يعني أنت بتخسر في الانتخابات، هذا المشهد تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل، ونحن عرضنا الآن مقطع منه. هذا المشهد في لقطة أنت بتكون جوا متأثر، بس ما بتكون لابس النظارة، لما بتطلع للبلكونة برا بتطلع نعم. النظارة، هل صورت المشهد يعني في فترتين مختلفتين فحدث هذا الخطأ؟ لا، هو شوفي انا اقول لك يعني هذا المشهد انا باعتقادي يعني قد يكون المخرج له نظره بالمشهد، انه يعني قد يكون يقصد انه هو يكسر عنصر الزمن او يسوي اي شيء، انا ماني عارف، بس اكيد لابد انه يعني 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 عنده رؤيه، وهذا السؤال انا اتمنى لو ينطرح على المخرج نفسه، لان اكيد الحل عنده، لان انا مهما اكون انا ممثل، انا اداه من ادوات هذا المخرج، انا من النوع اللي عندي يعني
أخلاقيات المهنة تجعلني أنا دائما عندما أعمل أي عمل فني أضع يعني أضع نفسي تحت تصرف المخرج اللي هو سيد العمل. فيمكن هو كان يقصد أن 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 يتكلم أن 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 هذا الموضوع ك ك ك كزمن أو ك ك مو مرتبط بزمن معين، وهذا الموضوع موجود دائما وموجود في كل وقت. ما أدري قد يكون هذا، أنا لا أبرر للمخرج يعني بالمناسبة، ولكن أنا أعتقد أن هذه كانت رؤيته. وإلا نحن كنا كانوا معانا مجموعة من مساعدين الإخراج ومجموعة من الشباب اللي حتى ما يطوفون الحرف الواحد. احنا الحين لو 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 تمسكين نص عبرة شارع وتشوفينه تلقين احنا الكلام اللي نقوله قاعد نقوله حتى الفاصلة والنقطة نحسب حسابها. فبالتالي انا اعتقد هذه الدقة مو معقولة ان ممكن المشهد هذا المشهد بالذات بالنسبة لي كان اول ما استلمت النص بالنسبة لي كان هذا المشهد انا كتبت عليه في 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 سوبر، يعني فيري 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 سوبر، يعني ماستر سين. بالنسبة لي كان مشهد اساسي. نعم. فهذا المشهد انا كل يوم كنت احفظه وكل يوم كنت اسويه. معقولة يعني ان 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 بعد هالتعب بعد المجهود ان انا ما اعتقد يعني. فيا رب ان شاء الله، انا اتمنى السؤال هذا يطرح المخرج يعني. اي لا ان شاء الله حنطرحه على المخرج. طيب سؤال سريع على هذا الموضوع، بتقول انك انت عندك جوع للتمثيل، هل هذا يعني انه داود حسين خلاص حيهجر الكوميديا؟ لا لا ما هجر الكوميديا، الكوميديا موجودة. إذا جاني نص كوميدي كوميديا دراما على طريقة الفطين، على طريقة درويش، على طريقة كريمون، ليش لا؟ ليش ما أسوي يعني؟ بالعكس أنا أسوي. بس أنا حاب مدرسة الحامض حلو، يعني مدرسة النص اللي ممكن أنت من خلاله تقدم كوميديا وأيضا من خلاله تقدم دراما أيضا. فهذه الخلطة تكون خلطة جميلة، خلطة إنسانية جميلة. أنا أحب أني أنا أدخل فيها المواضيع، ولكن مسألة أن أنا أهجر الكوميديا صعبة لأن أنا أساسا كوميدي. وبعدين للحين إحنا مسرحيتي هذه اللي قاعد أسويها بالغلط مسرحية كوميدية، فمو معقولة يعني. إن لا بالعكس، هذا أنا إن شاء الله يا رب. بس أنا يعني شوية يمكن وقفت من 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 برامج المنوعات أي شوية، أعطي نفسي فترة شوية، خلوني شوية أمثل وبعدين أرجع مرة ثانية. تغيير حلو برضو. لا صراحة يعني كان جدا مبهر دورك في عبرة شارع، فنحن مع هذا التغيير. خليني أسألك سؤال سريع عن حدث صار في الأيام الماضية. الفنان حسن البلام أعلن أنه هو حيعتزل التقليد بسبب زعل الناس منه والانتقاد المستمر. إيش رأيك في هذا الموضوع، خصوصا أنه يعني موضوع التقليد أيضا يعني أنت كمان قمت في أستاذ داود، كيف تشوف هالخطوة؟ نعم صحيح. والله شوفي أنا أقولك، أول شيء أنا حسن البلام أخوي وحبيبي. طبعا أكيد حسن تعرض إلى هجمة يعني فوق الحد يعني، خصوصا ان الان اصبح الموبايل هذا في ايد يعني العفو في ايد الكل يعني فاصبحوا بعض اللي موجودين بالسوشيال ميديا وغيرهم من غيرهم هذول، فما كانوا قبل يقدرون يوصلون حق حسن البلام ولا كانوا يحلمون يوم من الايام يصورون معه. الان اصبحوا انهم مثلا يجون يتكلمون، كل واحد يتكلم ويقول. فانا يعني حسن شجاع ويقول اوكي انا غلطت وانا سويت هذا وارجو المعذره وارجو السموحه وارجو هذا. بس ما قيل في حسن انا اعتقد اكثر بكثير يعني هو فوق ان تعرض الى تجريح. الرجل اعتذر بكل شجاعه. الان مساله انه هو يعني يعتزل التقليد يعني هذا شيء طبعا راجع له اكيد. واذا كان بالنسبه لي انا ودي ان يعني مثل يعني انا اخوه الكبير هو عارفني انا وعارفني انا ايش كثر احبه. انا اقول الان لو نريت شويه يعني نريح شويه موضوع التقليد، لان الان في الفتره الحاليه الزعل صار وايد وطريق المحاكم اصبح اقرب يعني من طريق البقاله. فبالتالي الكل الحين يبي يروح يشتكي، الكل يعصب، الكل هذا، فالكل زعلان. والمشكلة أنه برمضان الكل صايم، هذا بالأيام العادية ما تقدر تقضون، بعد هالمرة برمضان هم صايمين الله يستر. فأنا أقول حق حسن أخوي ريح شوية الحين، ريت شوية وبعدين إن شاء الله مع المستقبل نشوف. إحنا ممكن أنت يعني 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 اللي تبي تقلده واللي تبي تسوي له شيء، إذا أنت تروح تأخذ منه موافقته وتقول له مثلا والله راح نسوي كذا كذا كذا. بس كده انقتل فن التقليد أستاذ داود، يعني كده انتهى فن التقليد. لا 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 ما ينتهي، بالعكس احنا في شباب وايد موجودين وفي طاقات.
في لا 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 ما حد يخاف، لا لا ما حد يخاف، بس انا اقول لك يعني مستقبلا علشان احنا نكون منصفين، انا اذا بغيت اقلد احد اروح اخذ رايه واخذ اذنه واعرف انا شلون اسوي الطريقه وشلونها، لان المشكله مو في اللي في اللي يتقلد، المشكله في اللي حواليهم. انا لما اقلد فنانه واقلد شخصيه معينه او اقلد احد، المشكله في في في, في الحاشيه اللي يجون يقولون يزنون باذن المقل اللي مقلدينه، والله انت شلون ترضى وانت شلون كذا، وهذا بعد يزر عقله ويروح يرفع قضايا ويسوي مشاكل يعني. طيب استاذ داود الحديث معك لا يمل، بس احنا عارفين، بس انا اتمنى شكرا. ايه كنت تتمنى شيء؟ تفضلي تفضلي. اوكي طيب انت كنت بتتمنى شيء؟ لا انا بغيت اقول ان اتمنى من اخوي حسن انه ما يضايق، وخلاص انت اعتذرت بكل فروسيه وبكل شجاعه وبارك الله فيك ويعطيك العافيه، وهذه الهجوه. حسن البلام اخوي العزيز يمتلك من الطاقه جميل. الدراميه ويمتلك من الطاقه الكوميديه الكثير. طيب. وان جميل. شاء الله يا رب الله يوفقه ولا يخلي انا يتراوى لي هاي الشغلات تاثر عليه. شكرا لك، وطبعا احنا حنتركك لبروفاتك اللي اخذناك منها. كان معنا الفنان القدير داود حسين. شكرا.